برئاسة معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب جلسته العادية 36 من دور الانعقاد السنوي العادي الرابع من الفصل التشريعي الرابع، حيث وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات. انقسم المقترح الذي تقدم فيه السادة النواب حول فرض رسوم على حماية المنتجات الحرفية التقليدية الوطنية بين مؤيد ومعارض. طبعا أعتقد بأن هذا التعديل يعني هو تعديل طموح، وأكيد النية الحقيقية لأصحاب السعادة مقدمي هذه المقترح هي دعم المنتجات التقليدية الحرفية الوطنية، ولكن كان هناك آراء يعني تخالف هذا المقترح في جزئية معينة، وأنا كنت مع هذا الرأي الذي يخالف فرض ضريبة جمركية حوالي 20% على منتجات أخرى، لسبب بسيط بأننا قبل أن نفكر في دعم هذه الصناعات من خلال فرض الضريبة هناك أمور أخرى واجبة أن نشجع هذه الصناعات داخل مملكة البحرين. سعيدين باهتمام أصحاب سعادة النواب بخصوص حماية المنتجات الوطنية، وأيضا اليوم تم طرح القانون وإحنا كان عندنا تحفظ فيه، بما أنه في بعض التناقضات مع الاتفاقيات الدولية لا يمكن فرض ضريبة 20% على المنتجات المشابهة من الخارج، وأيضا إحنا في هيئة البحرين للسياحة والمعارض عندنا إدارة مختصة في الحرف اليدوية وطاقة استراتيجية شاملة متكاملة عن الحرف الوطنية. هذا وقد وافق مجلس النواب على مشروع قانون بتعديل المادة 43 من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة. أعتقد بأن هذا سيحمي شباب مملكة البحرين وسيحمي هيئات المجتمع المدني من أي دخيل صدر بحقه حكم قضائي يتعلق بالإرهاب ويتعلق بضرب اللحمة الوطنية ويتعلق بضرب الأمن البحريني. وفيما يتعلق بمشروع القانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية فقد تم تأجيل التصويت عليه لمدة أسبوعين. رئيس اللجنة سحب هذا المقترح سحبه وسيتم تعديله في هذا الأسبوع ليكون يعني ليحافظ على مكتسبات الصيادين في أرزاقهم. وفي ختام الجلسة وافق المجلس على التعديل الذي طرا على مشروع قانون حول تنظيم سوق العمل واعتبره أنه يصب في صالح المواطن البحريني.